بالنسبة للمصحف، يوجد مصحف باللغة القرقيزية طبع مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى، نعم يوجد. أما الكتب يقول بعض الطلاب هنا أنها قليلة، يعني قليلة جدا، كتب أهل السنة والجماعة هي قليلة جدا باللغة القرقيزية. نعم يوجد كتب باللغة الروسية، لكن مقاطع وكتب ورسائل باللغة القرقيزية قليلة جدا، الله المستعان.